قوله عز وجل عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قال: وجعلها كلمة. ما هي هذه الكلمة؟ هي كلمة التوحيد، وما تضمنته هذه الكلمة من معاني. وما هي طريقة إبراهيم؟ لو سأل سائل ما طريقة إبراهيم في جعله لهذه الكلمة باقية في عقبه، نقول إن أعظم ما يفسر به القرآن القرآن، فهذا الجعل منه ذكر في سورة البقرة، قال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم مع هذا كله وصى بها ابنه، بل ابن ابنه يعقوب، فهي ذرية طيبة تسير على ما سار عليه آباؤها وأجدادها الأخيار. قال: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم، قالوا آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وإسماعيل عليه الصلاة والسلام من ذرية ومن صلب إبراهيم، ولذا يطلق على العم أب لمدلول هذه الآية. يوسف ابن من؟ ابن يعقوب، فهو من سلالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ماذا قال؟ واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. قال عز وجل: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. قيل في النصرة والديانة فهي ذرية بعضها من بعض.